أزول في اللون أحلى سوسيترز في الكون، أتمنى أن تكونوا بخير. ننتقل إلى الخبر. هل تحسنت العلاقة بين كيم كارداشيان وكاني ويست؟ يأتي هذا الخبر بعد رؤيتهما معا في الأيام الماضية. ربما تكون العلاقة قد عادت إلى مجاريها بعد عدة مشاكل بين الزوجين كما تعلمون. في عطلة نهاية الأسبوع شهد كل من الرابر كاني ويست مع زوجته كيم كارداشيان في أحد مواقف السيارات بعد عشاء رومانسي. شاركت كيم البالغة من العمر 39 عاما لمحة عن خططهما المسائية على إنستا ستوري، قبل أن تنشر لاحقا سلسلة من صور الملابس الداخلية التي التقطها زوجها. أما كاني فقد نشر هذه الصورة على حسابه في تويتر وكتب عليها عشاء لشخصين، مع صورة تظهر سيارة مع مصابيحها الأمامية موجهة إلى طاولة. هل هذا هو العشاء؟ أين هما؟ ماذا يوجد داخل تلك الخيمة الضخمة؟ هل هذا بيانو؟ أضاف كاني أيضا رمزا تعبيريا عبارة عن حمامة والتي تعني السلام. ترك الزوجان الفانز في حيرة من أمرهم، كادوا يجنون مما رأوه. فقد قال أحدهم: هل هذا هو العشاء؟ أرجوك أخبرني أن هذا لنورث وليس لكما. أين الرومانسية في ذلك؟ هل تتناولون العشاء على ضوء السيارة؟ بينما فرح الآخرون برؤية الزوجين مرة أخرى في حالة جيدة. وقبل ساعات نشرت كيم صورة تجمعها بكانيي وأبنائهما وتبدو عليهما السعادة. وأنتم ما رأيكم؟ أجيبونا في تعليق. شكرا لكم على المتابعة، نحبكم، إلى اللقاء.